السلام عليكم ورحمة الله. أصحابتي إذا سيتين طبعا ما أنت الرين حوغا مروق له طاربا إنان إنين شيكو سبيشالي ضدك صومالي ضاء فيديو غانا واحد شعر يصلها ضدك صومالي ضاء إنان دو شيك ريسان سبيشالي ضدك يعني powerful كا أما حق كوبدا كوفي عن أما سبورتيغا ودك يمن وحا كدعي لبضي ويك لصول لافي ويل كان يركا دو جيتان إغا قدالي وكو قرانيا هاي عبد الغني الشيخ ويل كان وحو عيارة يهي منتخب كيمانيا الناشئين ناشئين وحا لغا وضا ضدك كير سغالية طبعا أسوغا أول مستوحو جرا شانية طبعا إليحي طبعا دو جيتاني وجيسا لغايا بحتا إنو كير لكن شانية طبعا إليحي طبعا عمريسا وكو قياس يعني ويل كان مركا شيكا دي سمحيتو هاي ويل كان عبد الغني الشيخ وحو أها ضدك أقوهر ريي ومركا لرشحي أما فاينال كي قاري عيار توي بكوس وحوكا أها كوبدا يمن سبيشالي صنعة إنا لطورتي إنو يمن متلو أوتسايد ويل كان مركا هو يدي سوا يمنيت أبيسا صوماليا وانا ضدك كو رشاي يمن طبعا كان وحا وي صفحة دايلي هاي نادي وحدة صنعاء وحو كليهين لاعبين تان بالا دورتي ونمتلايا عيار توي قصياري طبعا كير أم أندر إيج أم هاو عياران عربتا أم إيشيا إلا حتى أخبارتو بيرفكت ساعدة كدب مركي أخبارتا صوب أحضي إسلا مركي يمن سبورت با وحو صو صاري قرار وكو صابسان عيار توي يمن وحي يرهدين الجهاز الفني لمنتخب الناشئين يستبعد اللاعب عبد الغني الشيخ اللاعب وحدة صنعاء بسبب الجواز ولا يحمل الجنسية اليمنية وهو من أصول صومالية which means أنه هدان هاي أما الجهاز كفنك وعيارة عيار تويغ المهير أما under age ويل كان مركة وكسار عيارته من متليه because باسبور ما هيستو باسبور يمن ما هيستو أسر كيسان وأسك صوماري طبعا شيء كذا سوشيال ميديا هو لن وحي قبصتي وبسات يدا صومالي ذا وعرق بحكسو قد بيه وحا كم ذا صفحة دان طبعا صفحة فامسو on the Facebook لبا بقول كون كبضا أضو دا دربع مليون قاريا صفحة دان كوحران وعربة صفحة دان مركا آد بي وحماتي وحي قراتي وحا كم ذا داني ترجمه إنه فريق ذا هو وين عالمي سيدا تشارمال فرانسيسكا و ضدك أندر إيج كأه قارضة هي أصلا ضلنا وي أقبشها لكن إدارة منتخب كيمني كأه وعيار تويج يرير كأه ويكسرين ويل كاس وكل شيء وكوكر يمن هو يديس يمن تاي أبيس الصومالية هي يعني الرأتبة ويهم فهمتي ويل كان الرأتبة له ياي تستبعده هو عن القائمة بحجة أنه صومالي عشان الصومالي مركب على قطورة يا أمر مؤسف جدا ووح أطلقه ماضو أن يتم التعامل مع لاعب ناشئ بهذه الصورة ويتم إرجاعه من معسكر المنتخب اليمني في مكلة وهو حزين ومنكسر الروح طبعا ويل كان حتى ولو في عيارتوي ذي ميل معسكرة أما حراضي لقد براني بالقليي لركي بالله قاضي وحوالبا حتى ولو ميل مقالة مكلة ليراهدو بوح اللي بيري نو 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 مكلة طبعا وكون فرتيما كصوبح يا الحبيب متهيدة دوني وانتكو برشي أصدق أن قلبي تبوي ونكحني هاي واحد يعني ويك خلاص يعني إن يتبوي يقول يسوى هذا وتسكتشوا بقى كنا واحد ويا صفحة الرسمية اللي هذا هاي تشالية الصومالية عدن طبعا يعني صفحة اسمه كحرانا هاي شيء كذا أنا جم ممكن دقدقين وين سجاي أنا وكربا محب بك إلى لنا يي إن ذا إند ويا قرين أيق أنا خبر كي ويا أكيدين إنه ويل كاس إنا أفرت لاعب لقط رحص صاري طبعا ماشان ما هكلي جنسيات ماشان واحد لسكم ذبت كوريا وكلر واكاس أنا سر رسمي أوي دي أي أنكو أوي دي أي صفحة الجريدة عدنا حكوا أوري من السعودي أم سامي يروحون على مسعودين شيء كذا أوي كهر يلا أوي جام وانسوي شوابنا ولا جواي بيك كل مسعودين طبعا تفضل الصومالي صباح يروحون يان بدك يسوي عيار all these things ولا عيار I will tell you something even سعودي كا even وضم هذا خليج كا اللاعبين تا أو perfect توقف كي هاي professional هاي صو كلا والله يا الويقاتان باسبور رئيسيان سيدا مثلا سعودي وكلا سيدا حتى قطر وكلا very normal قفكم perfect هاي تط حتى أصل كل الدول إذا عرفت كتشرين بي حتى تقاطان بوعيارة ومتلا وأنا عرفتين حتى
kubadaha caalamiga waa la soo kaxaysta, lacag baa meesha, are you professional, lacag baa lagugu qaadanaya. Laakiin saan oo kale walaal, waxaanu kale waa cunsuriyad. So aniga horta Soomaalida horta ii bunbuunisa, Yemente dadka horta halkaa iga dhig, umarba soo bunbuunisa ka hadasha, oo walaalaanahay all these things, meeshaan waxaa ka cad walaaltima ma jirto, ninay abti u yihiin bay saas u badabta koreen. Dabcan anagoo pura, anagoo da pure baa shuqul kubali, anagoo pura beri hore meesha khalaas yani ma garateen, yani xujud bay lahaanay, laakiin reer abti bay wiilkan lagu yahay, hooyadiis waa naag iyo miniyada. Okay, halkaa marka codsigan ka wada maxay tahay? Codsigan ka wada waxaa rabaa dadka Soomaalida ah oo ciyaartooyda ku jira caalamiga banaanka jooga, dad badan baa anaga noo maqan, please please please, wiilkan waa wiil yara, yacni wiilkan bato 16 buu jiraa, I think xataa uu ka yar yahay. Wiilkan wiil Soomaaliya weeye, weligii Soomaaliya ma arkin, like me, aniga waxaad Soomaaliya weligii arkin, laakiin aniga yacni alxamdulillah, yacni I know wax badan baa Soomaaliya ka ogay, asagu waxbana Soomaaliya kama oga. Wiil yara weeye, adduunka hadduu weli uu ku cusub yahay, waxaanu kale waa niyad jab, wax yacni hami u leedahay aad jeceshe inay lagu nijabiyo cunsuriyad ashaan color ama baasaboor yara. Wacala fikra muntakhabka imanka tora, it's not strong muntakhab, yacni hadda ka hor way u ciyaaraan yacni eeshiya marka loo diro, ama xataa khaliijka dhexdiisa, khaliijka lagu reebaa, yacni xataa muntakhab, wax muntakhabaadka faqiirka weeye hadda ka hor xataa wadamo khaliija dhar ku sadaqaysanayaan arkay iyagu kubadda u ciyaaray Ciraaq, yacni ciyaar ma yaqaanaan, ma ordi karaan xataa. Wiilkaanay marka heleen u ordaya goolal fiican dhalinaya, la madow yahay kasa ma garateen. Okay, dadka banaanka jooga oo muxuu wiilkan ka haysta, ama laacibiinta caalamiga banaanka oo dadka under age ka lagu daro, ay qof buu yacni wiilkan waa yacni waxaa loo qaban karaa. Waxaanu kale xataa waxaa laga qaadayaa qofka xataa inuu nafsiyan u jirado, inuu qofka xataa damage ku dhaco, especially cimriga markuu qofku yaryahay, waxyaalo waxay shitaa u fahmay ma garateen. Xataa meeshaan waxaa ka imaan kara isir naciib, ana dad badan waxaa jirta ila soo xiriiray oo Yemen joogi jiray ama ku dhashtay, way nic jireen inay sheegaan Soomaali inay yihiin, laan mowqifkaana ugu yar mowqifyo kasii daran baa jira, iyagoo hadda baaba'san oo waddan lahayn baysaan kuu gelayaa. Fayagu waagay odaygii afarta hulgubnaa xukumaya xaaladu halkay eedo Soomaalida kaamamka lagu uruurin jiray, waa sheeko kale weeye. Dad badan oo waxaa jirta yiri isir naciib baan ugu dhacay, ina anagu nacno shakalkeena, kalarkeena, ama in ahno waay anigu brown u ahay, waay anigu dark skin u ahay, mathalan kalarkeyga muxuu soo u yahay, waay sida kaloo kale maleydabta koor, halkaas dad baraya jira, wadhu markay weynaadeen ogaadeen yacni okay it's not good. Laakiin qofka markuu yar yahay waxyaalo badan baa yacni fadamage soo ugu dhicin. Anagu Soomaali baan nahay alxamdulillah, banaanka wada badanka u badan nahay, waxyaalo badan baa la qaban karaa. Wallahi codsi weye, wiilkan jeedaa ka kaxeeya meesha firqadaha caalamiga hala ciyaaro, and we forget about Yemen iyo ciyaartooyduda, xataa ordi karin oo tabcaanka ah, qofnana yuu nagu dhibca badsan anaga Soomaaliyeen nahay. So please walaalayaal, wiilkan waxuu qabta especially dadka ciyaara, waana mushkilad waxa sport kuba fiicni jiimkaas yarkaa taga baahay, laakiin dadka oo yacni maasha allah xagga ciyaaraha, ama xataa haduu yahay dadka feerka ciyaara, dadka mathalan basketballka ciyaartooy, wiilka wuxuu qaban karaa. Kuwa football wiilal badan baa ku jira maasha allah caalamiya, meelo badan baa ku jirna. So please please please, Soomaaliye, wiilkan ha loo hiiliyo, ilmo yar weeye waka la socda hawsha. Somalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse, Somalidu qab iyo kibir marna qaadan mayse, waxaan la ka qaban waayo arqarsiga ku jooga, mayna qob saclay iyo qaar kaloo kaliito u qaadabanayaa.